أعشاب اللي بتتباع في الصيدليات وبتبقى أعشاب طبية للبرد مثلا أو يعني ايه اعشاب طبيه برضو مسجله في وزاره الصحه؟ لازم يبقى وطني عشان خاطر الناس للاسف بتوع، لان مش كلمه، مش يعني الاعشاب دي مصدر لصناعه الدواء. أيوة. طب ما احنا عندنا ادويه في حقن، في دواء من اشهر ادويه علاج السرطان الدم اسمه في ال بي، ده بيطلع من نبات، من اوراق نبات حاجات طبيعيه اللي في الجيران بتاعتنا. فاذا الماده الفعاله انا باخدها من نبات. فاذا النباتات مصادر الادويه، فيجب ان انا اتعامل معاها بمنتهى الحذر. يعني ما اقولش اغلي واشرب. طب ما انا بلاش، هضرب لكم مثل سهل جدا، العرق سوس. الناس بتشربه في رمضان يقول لك عشان يقلل العطش. ليه؟ لان العرق سوس في ماده تشبه في تاثيرها الكورتيزون بالظبط، وبالتالي بيحبس الميه في الجسم. عشان كده الناس في رمضان بتشربه. بتشرب بس ما نعرفش كان السبب العلمي بتاعها ايه. بس هو تاثير الكورتيزون. طب ده معناه ايه بقى؟ ان لو مريض عنده الضغط او لو عنده الكلى خطر انه يشرب عرق سوس. فاذا وصف اللي عنده الكلى وايه تاني؟ والضغط. والضغط ما يشربش عرق سوس عشان ما يحبس المايه جوه الجسم. لا بيحبس المايه. يبقى اذا التعامل مع الاعشاب والنباتات على ان دي حاجه اي حد يوصفها، ودي مالهاش اثار جانبيه. بس حتى خطورة. يعني حتى تناول الاعشاب بكميات مش كبيره بيبقى ليه نفس التاثير ده؟ طبعا ده في ماده دوائيه جوه. ايوه. بلاش النباتات المخدره. زي ايه مثلا؟ زي الحشيش. اوكي. تمام. ده مش نبات وبيطلع منه ادويه والمورفين. ايوه. بس يا دكتور الناس عندها اللي هو الكونسبت بتاع ان انا اخد اعشاب او حاجات طبيعيه احسن ما انا اخد ادويه وحاجات بقى مواد ممكن يبقى ليها تاثيرات جانبيه او تاثيرات جانبيه وحاجات زي دي، فبيفضلوا ان هم لو في اي مشكله عندهم يعالجوها بالاعشاب احسن. ياما ناس عملت كده وجالها اثار جانبيه. مفيش حاجه اسمها كده خالص. وانا اعالج نفسي وعلاج بالاعشاب، مفيش حاجه اسمها كده.